النهارده هنعمل مع بعض كوسه محمره كده بالطريقه الصيني. طيب ايه المكونات اللي عندي؟ عندي هنا شويه من الكوسه متقطعه زي ما انتم شايفين شرايح كده الحجم ده، خلاص. عندي فلفل قرون احمر، عندي ثوم، عندي جنزبيل، عندي للصوص ميه ونشا وصويا صوص وزيت سمسم، طبعا ملح وفلفل، وده كل اللي عندي. طيب عندي الطاسه تسخن، هنزل بالزيت. الكوسه عندي جاهزه، عايز ابتدي اجهز الايه، الفلفل والثوم. حلو قوي. طيب حاجه على الكوسه، هنزل شويه من الفلفل الاسود. نديها ايه، تقليبه كده. نفرطه كده على قد ما نقدر. هوزعه كده. انا هحطه مش هقلب لحد ما الطبقه اللي تحت دي تاخد اللسعه بتاعتها، وبعد كده ابتدي ايه اقلب. نسيبها كده كل شويه نرجع لها نديها تقليب. هاخد الثوم، عايزين ناخده بقى وايه شرايح كده. الثوم بقى ممكن نقطعه يعني زي ما احنا عايزين، ممكن نعمله مفروم، انا ايه احبه يبقى ايه بالطول كده، يبقى لسه موجود فيه بايت او فيه عضه لما يسيب. تقليبه كده. كده كل حاجة عندنا جاهزة. تعالوا نجمع الصوص كمان مع بعض. عندي هنا شوية من مية، شوية من الصويا صوص، نشا، وزيت السمسم. ندي تقليبه ونفرد. طيب هنزل دلوقتي بالفلفل. طبعا لو مش عايزينها سبايسي ما نستعملش فلفل، ده ممكن نستعمل فلفل الوان عادي او ممكن نشيله خالص. نزود تقريبا، بس ندخل الفلفل كده في الزيت. نقلب الصوص بتاعنا كده، عندنا الصوص كمان جاهز. هنزل بالثوم وهنزل بالجنزبيل وندي تقليب. قلب كده الصوص بتاعنا، ننزل بيه قلب. ارفع من على النار، نكمل تقليب. وعلى طول